والله كيما ترى صحيح هزيمة قاسية اليوم، رغم اللي عملنا اون تام باهية متاع ماتش، دخلنا كوم الفو، مي الله غالب. كيما ترى هفوة دفاعية كلفتنا قاسية، ضربة جزاء لكيب الخصم خلتنا نجريو في جرة سكور. الأولاد يعطيهم الصحة، ما قصروش، حاولوا يرجعوا في النتيجة في قداش ما مناسبة، حبوا يعملوا رياكسيون، مي الله غالب. نقول اون اوتر فوا نقص الخبرة متاع الأولاد، خليهم ما ينجموش يرجعوا في النتيجة، ما عليهم إلا يخدموا يداركوا الوضع، وما علينا إلا نصلحوا في المستقبل.